اتفضل عارف نفسك. انا عبد الظاهر مفيد، عضو امانه حزب الحريه والعداله بالقاهره. النهارده بقى بعد سقوط العلم الاسرائيلي ورفع العلم المصري لاول مره في التاريخ تحدث، ما شعورك اليوم؟ والله انا شعوري شعور كل شاب كل مصري انه ده يوم كنا بنحلم ان احنا نرى تنكيس علم اسرائيل، خاصه في سفاره مصر، لانه وجود علم لاسرائيل في سفاره في داخل جمهوريه مصر العربيه ده يعني ده يعني سبه في جبين النظام المصري السابق، ما بنقولش في جبين المصريين انما في جبين الموضوع اللي هو النظام البائد اللي كان بيعتبروه الصهاينه كنز استراتيجي ليهم. طب انت ترى من الحكومه المصريه او المجلس يجب ان يفعل ايه؟ هو احنا رسالتنا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه رساله واضحه ومحدده. اولا ان احنا كشعب مصر احنا بنقف في يعني خلف القوات المسلحه وهي بتؤدي دورها الوطني داخل الاراضي المصريه وعلى حدود مصر. احنا بنوجه رساله من امام سفاره الكيان الصهيوني للمجلس الاعلى، بنقول له كفى وجود وعربده للكيان الصهيوني على ارض مصر. احنا كمصريين ونحن نثق في الجيش المصري وفي المجلس الاعلى للقوات المسلحه انهم يعني ان يكونوا حماه للكيان الصهيوني كما كان من قبل. احنا بنوجه من هنا رساله للمجلس الاعلى انه ياخد قراره.